تعاون مجلس الأمة الكويتي في جميع المجالات مع مجلس النواب العراقية، هذا ما أعلنه رئيس المجلس مرزوق الغانم خلال مشاركته على رأس وفد رسمي في قمة بغداد لبرلمانات دول جوار العراق. وأكد الغانم في كلمته أن العراق بوابة استقرار المنطقة، فيما أشار نظيره العراقي محمد الحلبوسي إلى أهمية التفاهمات والاتفاقيات بين البلدين. علاقات عراقية كويتية مهمة وحيوية، وتفاهمات واسعة، واتفاقات اقتصادية في مرحلة الإعداد والتهيئة. وجدد الغانم موقف الكويت تجاه وحدة العراق، فيما رهن مستقبل المنطقة بالتكامل مع دول الجوار، وأن هذا الاجتماع في بغداد يعطي أملا للمنطقة بأن السلام يعد ممكنا فيها. انعقاد القمة واستعداد كل الأطراف على الجلوس على طاولة واحدة هي نقطة إيجابية، رغم أنه ربما نسمع خطابات بتوترات كبيرة. هي خطوة تقرب ما بين دول الجوار، تهيئ فرصة للحوار ولتشكيل آلية يمكن من خلالها التفاهم حول المصير المشترك لهذه البلدان ولشعوبها. وتضمن البيان الختامي لقمة بغداد لبرلمانات دول جوار العراق التأكيد على أن الانتصار الذي حققه العراق على ما يسمى بتنظيم داعش بات يمثل أرضية مشتركة لكل شعوب المنطقة لبدء صفحة جديدة من التعاون والبناء ودعم الحوار المجتمعي، وأهمية دعم الاحتلال ومحاربة التطرف بكل أشكاله، ودعم عملية البناء والإعمار وتشجيع فرص الاستثمار في العراق بمختلف المجالات وإعادة النازحين إلى مدنهم، ودعم العملية السياسية والديمقراطية في العراق بكل مساراتها. وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تطلع العراق عبر هذه القمة لتفاهمات واتفاقيات استراتيجية في مجالات الأمن والتجارة والاقتصاد بشكل متوازن مع جميع دول الجوار. من بغداد، تحسين طه، تلفزيون دولة الكويت.